سيبو كيف شكرا هدير صايم رجلا تلحق تمد لهم السلعين مد لك الدرهم كان هنا وراح اذا تخلطت قيس السلعين لو ضهرم متفاهمين ولا طاحوا لي على بوليس نقول لك منظري راك حسب اجوانا ولا طرف ساميان ما كاش الماكله قيسها في الواد متفاهمين عاود لي اش قلت لك نلحق يمدوا لي الدرهم ناكل السلعه ونقيس الدرهم من الواد او انت ما تفهمش او ما تاكل السلعه ما تهبلنيش قلت لك تلحق عندهم تمد لهم السلعين مد لك الدرهم هذا مكان إلا تخلطت قيس السلعة في الواد هرب عاود لي شو قلت لك نلحق يمدوا لي الدراهم قيس السلعة من الواد ونهبطنا كلها راستاكا هذا مين جبتو بوصر الحال لازم يروح دروخ نتكلى عليك ولا لا لا طلع قلمك شلوث طولت كنت في التواليت صاحبي عذرونا شوية اش قصبر كاين القصبر شعرها داير 60 60 غالية بصح سلعة شابة ورينا نشوفوا السلعة وري لي الدراهم قبلها الله يبارك كاين الصرفة السلعة حبيبنا شرطة حبس كمالك كل السلعة وقش روحك من الود حسب أجوانا ولا طرف تميان لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله شو نديرو ضربك حضرات؟ هو اللي يعرفه قش روحك من الواد قش روحك من الواد حبس كمالك حبس كمالك حبسها صاير انك بضنا لازم نقول للمستشفى فورا لا حول ولا قوه الا بالله تبالي سبيطار خويا نعم اللي جابوا له بوليس وراه هنا نمامو هنا بارك الله فيك الطبيب طبيب أمنت وقيلة والله لا معي طول الطبيب بس خرجنا أنا في أوبيراسيون صار معمرتم أدي أبا بغيت يكون معمر بالمقارينو وراه القصبر هاك لا يكون في الاستومانغا
ولست مع وراي نورما موجي تحت المصارينة حبس يا كدير نقلع في المصارينة كبير تقتلو اي ريح خلي ندبر راسي انا خيك ما دخلش روحك انت عاوني برك دخل شو يدكش ما تسيب دخل هذي وين ديروها هذي ذيك الواش نديرو بها قيس قيس أرست كلهم هذي جيب لنا كونتينر تاع قصبر انا سواحد اخرى جدك شا كدير لازم تبقى له وحده رجعها لنا ما خصناش نباصي بجريمه قتل وحده تكفينا جا صبر شو نجيب شويه ادوات باش نفتحو سواده كبيره هكا انا خليت وحده صغيره بيبقى حي رب العالي بيت قتلو رجعها كلبا رجعها اوغي تدي ولا روح شوف ديك الشحاجه نديها نبيعها انا فانا كونسونطري نبيعو القصبر اللي في كرشون تصوفاو ارستك شا كدير انا ندير صبعي في فمو بنقيها كما كنا دراري صغار بارجون تصلك شي حاجه ولا تبغي تقيد تبدا دير صبعك هكا كفهمني اي تلفت لي انا على بالك احنا ما نشطب الحل كيف ضروك ها انا الطبيب نجيبو هو يجبد الامان ونحط له الكابوس في الراس خطرت تخلعني بتخمامك على بالك ودي الحاجه اللي ندير انت ما تعجبكش اجدك مليحه عاوني نروح نردو هيا انتو شراكه اللي جبت جبت صحه صحه شراكه لي القصبر القصبر دلوكي ماك ها هذا عنده حسيه منو يا ودي راك لي كيلو واتا تطلع بصح صاحبك على قال لي قصبر الخوط اي جبدو بالله فمك ما تحوش تفهم صح صح بون بون هذا كي راه كالي كيما كاي اللي قنقوا له كرشو وخلوا كلشي يذوب بالداخل كيف يذوب كلش هكا بيبقى حي شكون قال جدك اني خمم فيها انا يبقى حي ولا يموت افتح له خلاخي مسدود شو جبد القصبر نحط لك حبه في الراس صح 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 زيد زيد مازال كالي اكثر زيد 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 شكون انت؟ نروح للسكوتش حبس اللي جبتو جا صحابو يقتلوه ورا اضوك كيف نديرو نبيعو السلعة اللي عندنا كوني شكمنا ذاك الطمح كوني قتلنا ثم غاس لازم نعود نطيحو عليه عاودي شو قلتلك نلحق يمدوا لي الدراهم نقيس العمل الودن هبطنا كلها راستك هذا مين جبتو بوصر الحال لازم يروح دروب